طائر كاسر الجوز القبائلي طير محلي يقتصر وجوده على منطقة جيجل، غير أن ندرته جعلته من أهم الطيور التي يتهافت الباحثون والمهتمون على دراستها وأخذ صور لها، أصبحت بثمن العملة النادرة. سيتا كابيل، الاسم العلمي سيتا لودونتي، نسبة إلى العالم الذي اكتشفه وهو بلجيكي عام سنة 1975. في هذه المنطقة جبال البابور، وهو طائر خاص بهذه المنطقة، صدر اون اسبيس انديميك. الاهتمام بهذا الطير المحلي كان وراء إنزال لباحثين ومهتمين وملتقط الصور النادرة بغابة بوعفرون بجيجل. كونا مجموعة من محبي الطيور من عدة ولايات، جينا لغابة بوعفرون بولاية جيجل لكي نبحث ونحاول نصور طائر كاسر الجوز القبائلي. ساعة طويلة بين أشجار الزان والفلين كانت الأعناق وعدسات الكاميرا معلقة نحو السماء، إلى أن الصور التي كان ينتظرها الجميع لم تلتقط. عديد من الشباب شافوه، ولكن للأسف الشديد الآن حوالي 3 ساعات وإحنا في الغابة لم نتحصل على صورة جيدة. طائر كاسر الجوز القبائلي يحب الكثافة ويحب المياه، لأن هنا المياه نشوفه في ندرة المياه. الكومبورتمون هنايا تاع لي زوزو فاروش بتي بو، اون ديري هاد البلاصة هادي ماهيش فيزيتي بزاف بار لاتر لومان، دوك مش مالفين. الوازو جيسكا ماتنان شكينا فيه، شفنا غران برو دي جاردان اللي يشبه له بزاف، يقدر يكون هو كان الجو شويه غايم. فشلت آلات التصوير في التقاط الصورة في هذه الخرجة التي رتبت منذ شهور، فيما لم يفشل أعضاء الفريق في مشروعهم الذي قالوا أنه لن ينتهي إلا بصورة لهذا الطائر في موسم آخر.